الحمد لله، الحمد لله الذي هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، فاللهم فصلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما أجمل أن يعيش الإنسان قنوعاً راضياً بالله تعالى، لا تغريه الدنيا وما فيها، يقنع بما أعطاه الله مع الأخذ بالأسباب. أن يأخذ الإنسان بالأسباب المشروعة وأن يقنع بما حصل وحصل وكسب، خاصة وأن هذا الزمان قد غابت فيه القناعة، هذا الزمان قد غابت فيه القناعة مع كثرة الجشع، فصار الإنسان لا يقنع ولا يشبع. فإذا لم يجد الغنى في الحلال بحث عنه في سوق الحرام. هذا واقع مرير يعيشه الإنسان في هذا الزمان، لأنه لم يتشبع بشرع الله، بأوامر الله، بنواهيه، فهو ينطلق في الحياة على أساس أن يجمع المال. ولذلك فالفقير ليس الذي لا يملك المال، الفقير ليس هو الذي لا يملك المال وليس له مال، إنما الفقير من فقد القناعة، الفقير من فقد الإيمان، الفقير من فقد التقوى، الفقير من فقد رضا الله تعالى، الفقير من لا ينظر ويتأمل في عواقب الأمور، الفقير من لا يتحاشى الحرام، الفقير هو الذي يورد نفسه موارد الهلكة. هذا هو الفقير المسكين. ولذلك العكس، فالغني هو القنوع ولو كان فقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة متاع الدنيا وشهوات الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس. هذا تصور إيماني نبوي شريف ليعض عليه الإنسان بالنواجذ، لتعرف ما حقيقة الغنى وما كنه الفقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ولا يشبع ليعلم نفسه القناعة. تأتيه الأموال من كل جهة فيقسمها بين المحتاجين والفقراء. ولذلك القناعة أن يكون لك المال وأن تزهد فيه، لا أن تبحث عنه ولا تحصله وتقول أنا قنوع. لذلك العلماء عرفوا الزهد
بأنه هو الذي يملك ويزهد فيه. فطوبى لمن قنعه الله وأعطاه الله المال وقنعه. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء عظيم. قد أفلح وفاز في الدنيا والآخرة من أسلم ورزق كفافا. في هذا الزمان لم يعد الشخص مقتنعا بما يملك، لم يعد مقتنعا بوظيفته، لم يعد مقتنعا بعمله، لم يعد مقتنعا بما عنده، بل لم يعد مقتنعا بمدينته التي يسكنها أو القرية التي يسكنها. يريد أن يبدل وأن يغير وأن يبحث عن أفضل ما في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا العلاج الشافي لهذا المرض، فيقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، أسفلكم، تحتكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. إذا أردت أن تلخص الحياة وأن تقنع، فانظر إلى من هو دونك في الفقر، في الحالة الاجتماعية، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فلن تشبع أبدا، لن تشبع أبدا إذا نظرت إلى من هو فوقك. فدارك ومنزلك ومسكنك أقل من جارك، فلا بد أن تبحث عن كل الوسائل من أجل أن تبني دارا مثل دارك أو جارك أو أحسن. سيارة جارك أحسن من سيارتك، فلا بد أن تبحث عن أي طريق لتشتري سيارة أحسن من سيارة جارك. فإذا كان الأمر كذلك، فالإنسان يطرق أبواب الحرام ويدخل أسواق الحرام لتحصيل هذا الأمر. ولكن إذا قنع واتصف بالقناعة فلن يلتفت إلى جاره، ولا يلتفت إلى الأغنياء وإلى الأثرياء. والله أيها الإخوة، الدنيا لا تساوي شيئا لو تأملناها. فالإنسان، نعطي مثلا في رمضان، يكون الإنسان جائعا فيدخل الأسواق ويدخل السوق ويرى المطاعم، الحلويات، المطعومات والحلويات والمشروبات، فيشتهي كل شيء، يشتهي الحلويات واللحم وغير ذلك، يشتري أشياء كثيرة، فيأتي بها إلى بيته ويطبخ له مما أتى به. هل سيأكل كل شيء أم سيأكل القليل؟ القليل لا شك أنه سيأكل القليل على قدر طاقته. وهكذا الدنيا، اكسب الكثير ولكن لن تأكل إلا القليل، اكسب الكثير ولن تأكل إلا القليل. الله عز وجل يقول عن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. قل لهم يا أيها الرسول: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لا تجزع على الدنيا، لا تغريك الدنيا، لا تخدعك الدنيا، اطمئن على نفسك ومالك ومستقبلك، ولا تشتري كل ما اشتهيت. جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا بيدي، فقال له:
ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. فقال له عمر بن الخطاب: أو كلما اشتهيت اشتريت يا جابر؟ أو كلما اشتهيت اشتريت يا جابر؟ أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ انظروا إلى الناس الذين ينظرون ويبصرون بعيون الدين، بعيون الآخرة لا بعيون الدنيا. انظروا وتأملوا، هناك أشياء في بيوتنا، كل واحد منا إلا وله أشياء في بيته. افتح دولاب اللباس، عدد الأحذية التي تلبسها، انظر إلى المراكب، دراجة نارية، دراجة هوائية، أي شيء. انظر إلى الأواني في المطبخ، كم نستعمل منها؟ بل انظر إلى البيوت التي تسكنها أو الدار الذي تسكنه، كم لك من غرفة؟ 5 6 وكم غرفة تسكنها؟ لا شك أنك تسكن غرفة واحدة والباقي فارغ. افتح دولاب الألبسة، كم من لباس لبسته؟ وكم من ألبسة تلبسها؟ كم من جلباب عندك؟ وكم من عباءة عندك؟ وكم من بنطلون عندك تلبس 3 أو 4؟ الباقي مرتب في الدولاب. كذلك الأحذية، كذلك الأواني، كم نستعمل من الأواني في المطبخ والباقي لا يستعمل؟ ألا يعد هذا إسرافا؟ والله كلنا نسرف، كلنا نسرف. فلماذا الفائض الزائد لا نأخذه ونتصدق به على المحتاجين؟ لا أملك أو لا أمسك إلا ما أحتاج إليه. والله أشياء، هناك أشياء من لها سنوات في البيت، منهم من يقول هذه للذكريات، الألبسة كلها للذكريات، دراجة الهوائية يقولك للذكريات، قديمة عندي. لماذا لا تتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ وستموت ويتصدق بها، تصدق بها أنت بنفسك لتأخذ الأجر. تلك الجلابيب والعباءات إذا مت سيتصدق بها، تصدق بها أنت لتأخذ الأجر. وقس على ذلك أيها الإخوة، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يجعل من الذين يستمعون القول. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون. فيقول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فلما حذر قومه ونهاهم عن التصفيف في المكيال والميزان قال لهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فيه دلالة على أن الشيء القليل إذا قنعت به وكانت فيه البركة فهو البركة، وكان حلال فهو البركة. بعت يقنع بالربح القليل، اشتريت فليقنع الآخر بالربح القليل. هذا الربح القليل لك الأجر فيه على أنك خففت عن أخيك المسلم، ثانيا على أن الله بارك فيه. والبركة إذا دخلت المال نمته وأصلحت الذرية وأصلحت الأولاد وأصلحت الأسرة، بخلاف الجشع. الجشع يهلك النفس ويهلك الأسرة
وينشر الفوضى في المجتمع. كل واحد يريد أن يربح الربح السريع، يبيع لا قناعة، يريد أن يربح. هناك من يريد أن يربح 10% أو 20% أو 30% ولا يقنع. اقنع بالشيء القليل يبارك الله فيك وفي مالك وفي أسرتك، فنسأل الله أن يبارك فيكم.